بالعربية. الكلام بالعربية. أنتم كنتم مع الجماعة. كذا. كنتم مع جمعية أهل الحديث المركزية. يعني كنتم تصلون وكنتم متفقين لهم ولا ما كنتم متفقين لهم؟ يعني عموما يا شيخ. عموما. طيب لماذا اختلفتم؟ لماذا اختلفتم؟ أنا أريد أسباب الاختلاف. إيه لماذا اختلفتم؟ ما هي أسباب؟ أنت هو الناطق الرسمي ولا؟ أنا أريد أن يتكلم الشيخ أبو خديجة. أنا أريد أن يتكلم الشيخ أبو خديجة لأن الناس يعرفون هو ما يعرفوني ولا ما يعرفونه. خلي هو يتكلم. أسباب الاختلاف الشيخ. في هذه المسائل. نعم. في هذه المسائل. طيب ماذا فيه؟ اقرأ لنا الله فيك. واحد اثنين. الأول. الجل. أيوة. المجلد يا شيخ الفجر هذا المجلد يعني اللي في الوسائل تبع الأمور يعني مما يشهد ما فيها لكن بداية الخلافات بدأ ببيانات المشايخ مشايخ الجمعية لا مشايخ السنة مشايخ المدينة والمشايخ يعني في المدينة لماذا بيّنوا ما هي يعني البيانات يعني التي يدروا بها مثلا ما يتعلق بجمعية الفراخ وما يتعلق مثلا بيانات الشخربية وما كتب والموجود وهذه الأمور بدأ ينتشر مع يعني الشباب والرفوض المشايخ بدأت تأتينا بعدين شوف رأينا في منشوراتهم وما كتبوا مؤلفاتهم ما رأينا المشايخ يردون عليه نعم فإذا مثلا يعني وجدتم من المشايخ يردون على أفكار على أفكار وعلى على أشخاص وجمعيات أيوة. ففي ضوء هذه الردود وجدتم أن أسباب الرد توجد في هؤلاء فاختلفتم وخرجتم و لا تضغطنا شيخ خليدي لما جاء ابنا في 93 فتكلم فيه وقال انهم ليس من اهل السنة بل الذي تكلم شيخ خليدي شاسندي الميت تكلم شيخ خليدي شاسندي الميت رحمة الله عليه كيف نتحقق من هؤلاء بماذا تكلم الشيخ بديع قال ان هؤلاء ليسوا من اهل الحديث من اهل الحديث هذا كلامه يعني هذا الشيء انتم تشهدون الله تعالى على هذا غير الشيخ بديع تعرفونه جيدا نعم الشيخ بديع رايتموه يا هنا يا شيخ انا اريد ان اعرف انه بالفعل كان شيخ بديع وقال هذا الكلام أنه قال في من وتلك الأيام من الذي كان يرأس الجمعية هؤلاء شيخ عبد الهادي محمود طيب حسن طيب وقال أن هؤلاء ليسوا من أهل الحديث قال لو كنتم أهل السنة لا أخبرتكم لو كنتم أهل الحديث لا أخبرتكم وهذا قد يكون مسجل عندهم ولا ما هو مسجل ولكن بعض الوثائق يا شيخ لا بس انا الان يعني هذه دعوه مثلا هذه دعوه انتم تشهدون على هذا كلكم ولا وحدك سمعت هذا الكلام هذا الذي الاخوه سمعوا هذا لا الاخوه بعض المسائل انا انظر بارك الله فيك انت الان قلت نحن الان نقول انا سمعت من الشيخ والاخوه انت سمعت من الشيخ اسمك الكريم الله يعطيك بلال ابو عبد الله ابو كاميران يشهد ايضا الشيخ كامران انتم سمعتم هذا الكلام ايوه يا شيخ انا هذا ماذا قال الشيخ بديع اجرى قال الحديث في الهوتيل ثم اتى اهل الحديث كيف اجرى قال الحديث في الهوتيل ثم اتى اهل الحديث دقيقه لانك ما هو تعرفون ما هو الاسباب ان كنت من اهل الحديث لقلت لكم انكم من اهل الحديث لكن طلعني شيخ هي باي همیں بطور اگر تصدیق استعمال کریں گے تو بطور شاہد استعمال کرنے کے پتہ نہیں یہ ہم کو سکھا جانتے ہیں یا نہیں یہ دوسری بات ہے لیکن میں حاضر صاحب کی بات ہے میں یہ الاسباب اللتی قالت وہ نفسه يقول ما ادري انا اشهد اقول هذا الذي سمعت اقول مثل ما قاله لكن يثقون بي او لا يثقون هذه مسألة اخرى لكن الكلام الله فيكم الشيخ على اي اساس قال هذا ماذا رأى فيهم او منهم تذكرون شيء لا هو الشيخ ما ذكر يعني بس الظاهر مما شاهد منه جاء هذا في هلبا جاء من ذات وقت الشيخ من باكستان جاءوا
هذا الرئيس في المركز الدعوي حافي سعيد و نعم رئيس اللجنة الطيبة هذا في السعيد مير كلهم قالوا بالاتفاق أو كلهم يأتون الآن ويترددون ساجد مير الآن موجود هنا وهم أيضا كانوا يأتون إليه هل حكموا به بما حكم الشيخ بديع أنتم لا تقلدون أحد تعرفون الآن رغم أن الشيخ بديع لو قال كذا وكذا الآن نريد أن نطبق على واقعهم بالفعل ما هي الأسباب وأنتم تعيشون واجب علينا أن نعرف من الذين يخالطون فأنتم تخالطونهم والمخالط أعلم بمن يخالطه فأنتم إن شاء الله تخبروننا ما هي الأشياء التي رأى الشيخ إن كان الشيخ بين السبب وإلا ما هي الأسباب التي أنتم ترون أنهم ليسوا من أهل الحديث والله شيخنا لعل لأن كلام الشيخ عام قال لو كنتم أهل الحديث أخبر أي طيب لكن ما هي الأشياء التي أنتم الآن من عندكم أي هذا ليس من هذا كلام الشيخ أو من السبب الشيخ لأن الشيخ ما بين السبب فلذلك لعله عسى هذا لا يفيدنا أيوة. فما هي الأشياء التي ترون أنتم اللي رأينا يا شيخ يا شيخ خلي الشيخ يتكلم هو المعروف لا أبو حكيم أنتم اسمه أبو حكيم لكنه الأصوات عنده النطق في لا 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 عنده لا لا عنده لا 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 ليس الدور هو يعرف العربية لكنه لا بأس فيها خلي لأن الناس ما يعرفون أبو حكيم كثير يعرفون أبو خديجة مشهور هو يا شيخ قل لي الله خليك أنت ما هو السبب الذي أنت ترى الآن حتى نقول لهم أنتم بهذا قد تسببتم لإخراجكم من أهل الحديث حتى نقول لهم إذا كان ما ترجون عنه أولا يا شيخ ما أنا أقول وقلنا يا شيخ ما قلنا يا شيخ هم ليس من أهل الحديث هذا الكلام يا شيخ أولا أنت من المشايخ هذا من المشايخ وأنتم أخذتم من المشايخ نعم خلصتم المشايخ لكن المقلد أيضا يبحث عن الدليل ليس على التنقلي يقول هو خلي هو يا عبد قل لي خلصتم الشيخ أقول الشيخ يعني ما أخذنا من المشايخ سؤالي كان ذلك قلنا إذا كان كثيرون جميع الكلام سؤالي كان لماذا اختلفتم فقلت اختلفنا لاختلاف أو لقول المشايخ الذين حكموا فيهم بأنهم ليسوا من أهل الحديث وأنت وهو وهؤلاء وهم وهن ونحن كلنا نريد أن نكون على الحديث فإذا أنت إن كنت بداية خرجت على قول العلماء فهل أنت مقلد في هذا أم أنت رأيت ما يشهد ويقوي قول العلماء قل لي أنت خلّت لا هذا هو يا شيخ الذي رأينا هل قلدتم أو رأيتم لا رأينا فإذا يعني بذلك نخرج من قيد التقليد أيوة فيعني اللي رأينا يعني أولا قلدتم أنا أسجل عليكم هذا أولا قلدتم المشايخ أنت قل بالأخ أولا قلدتم ثم حققتم لأن قلت لا السبب في هذا أننا سمعنا كلام العلماء أنت قلت هذا الكلام أيوة. فإذا أولا قلدت والتقليد كان سببا للتحقيق فحققت ما هجج يا شيخ لا ما أدلة ما أدلة هذا الأدلة أن المشايخ إذا قالوا يا شيخ أولا يا شيخ نحن نخاف من التبديع والتكثير ومثال مثل هذا يا شيخ نحن نخاف يسجل هذا إن شاء الله ولا ما يجي الصوت قريبا يا شيخ يسجل منهج التبديع أو منهج الحدادية يا شيخ ليس من منهجنا منهج الحدادية ما أدري والله إلى الآن ما فهمت الحدادية يعني. يا لم الله أنا أعيش هناك ما فهمت لكن بدون مؤاخذة هذه الأشياء لا تذكر إنما المنهج الذي هو يسببكم للخروج منهم ما هو منهجكم ومنهجهم ما هو بس هذا الذي أنا أريد الله وأنا أعيش الحداد وأعيش الحداد لكن والله إلى الآن ما درست منهج الحداد يعيش والناس يعني يسمون بأسماء نبين لكم يا شيخ بالوضوع يا شيخ نحن نخاف و نخاف ونحن من الأشخاص الذي يبدو أقعد أتحط تسجيل كليه ليس منهجنا يا شيخ منهج التبديع والتصديق والتخفير أولا
ولكن عندنا أدلة والبراهين عليه من قديم الشيخ. نعم. الديمقراطية وكذا وتعاون بينهم وبين الرافضة وبريلوية والبراهين عليه من قديم الشيخ. نعم. الديمقراطية وكذا وتعاون بينهم وبين الرافضة وبريلوية والتوفية وزكيهم وكذا وكذا إنهم كل شيء. ولكن يا شيخ يعني أنا أريد سبب الخلاف لا نطول. تقول من أسباب الخلاف أن هؤلاء يعني يتبنون الديمقراطية. أين أنت تقول هذا الكلام؟ أين أو وهم هم يتعاونون هم من فتاوى عبد الهادي الأمري. نعم. هو رئيس وكان رئيس مازي الآن من جمعية أهل الحديث. نعم. إن شرعية يؤيد إشراف بالانتخابات. هذا فتوى منه يؤيد. نعم. ليس من باب المصلحة وكذا من فتاوى الكبار المبادر رحمه الله. وهو قال هذا عبد الحادي الشرعية يؤيد الإشراف بالانتخابات. نعم. هذا واحد من الأسباب التي ترى أن هؤلاء يخرجهم أو إذا تبنوا هذه العقيدة وهذا الرأي فهم ليسوا من أهل الحديث. هذا واحد. المشايخ يقولون هم ليسوا من أهل الحديث وهم هزبيون. المشايخ على أي أساس يقولون؟ حتى إذا ذكرت بارك الله أنا أريد منك بارك الله هذا الذي ملاحظات أنا أريد أن أقول لابد أن يكون كلامنا ملخص ومخلط طيب. فالآن أنت لا تنقل المشايخ. إن كنت تنقل كلام المشايخ فما هي الأسباب التي رأوا منهم تذكر لنا؟ إن كنت لا تنقل المشايخ فقل أنا قلدت ولم أعرف دليله. إن كنت عرفت دليلهم تذكر لنا وإلا أنا أريد منك خالصا لا تشرك أحد لا المشايخ ولا أحد. قل رأينا منه كذا وكذا. أي واحد من الإخوان يقول له كل واحد من الإخوان له حق إذا كان هذا وهذا له حق أن يذكر إعتراضاته. الحكم التبيع وحكم الإخراج من السنة يا شيخ هذا حكم من المشايخ ليس منا. من المشايخ؟ من المشايخ. من الذي خرجهم؟ الشيخ خالد الردادي. أيوه. وقال لا تقول هم سلفيين غير واضح. لا تقول يعني؟ لا تقول هم سلفيين غير واضح. أيوه. بل هم هزبيون. هذا الشيخ خالد الردادي. خالد الردادي. طيب. إن شاء الله نحاسبه هو أيضا يحاسبني أنا. أنا أريد أتحقق هذه كلها ولا ضيعت وقت. حكم يا شيخ نعم. الشاهد يا شيخ الحكم من المشايخ ولكن دليلهم بس هذا هو الذي أنا أريد. أيوة. ولكن نحن نبين هذا. هم ما ذكروا الدليل لك. هم يعرفون. المشايخ يعرفون. لكن من أين سمعت أنت؟ أنا أريد أخذك في هذا أريد لا تنفلت. هل أنت ذكرت بأنهم يفعلون كذا وكذا فما حكمك يا شيخ خالد يا شيخ ربيع؟ لا هو هذا الذي أنا أريد أعرف بس إذا ما كان عندك ما كان عندك. إذا كان من أين تكلموا؟ هل هم يعرفون الإخوان رأوا جاءوا هنا أم من الذي نقل؟ والله شاهد من الذي نقل إليهم لأجل الشيء الذي لأجله حكم شيخ خالد على الحكم؟ نعم من الذي نقل أنتم ولا غيركم؟ والله أما الشيخ خالد ما أدري من لقد إليه ليس مني أنا ما أدري. طيب من أين سمعتم هذا؟ هذا الكلام موجود. الشريط موجود شيخ خالد نريد أن تعطونا إن شاء الله. أيوه. الله يجزيك. بعدين يا شيخ المشايخ عموما تلخص الموضوع بأن المشايخ حكموا عليهم بأنهم ليسوا من أهل السنة ليسوا من أهل الحديث. أيوه. دليلهم ما عرفتم ولا عرفتم؟ لا عرفنا. دليلهم من عندكم ولا هم ذكروا هذا الدليل؟ هذا الذي أريد أن أقول. لا هم ذكروا مثلا الشيخ مقبل بن هذا الواضح. أيوه. لما تكلم في سعيد حسن وغيره. أيوه. تكلم في قضية الشيخ الجمعيات وما هم عليه من التعاون في مثل مع مثل الأفراد هذه الجمعيات الحزبية المعروفة وغير ذلك يا شيخ مما في هذه الوثائق مما شيخنا في هذه الوثائق. طيب يعني الانتخابات المشايخ ذكروا والشيء الذي ذكروا أنتم رأيتم منهم هذا وأنتم تخالفون فعلى هذا الأساس موجود في هذا موجود بعضها على هذا الأساس يا شيخ نحن رأينا أمور من زمان ونحن هنا ساكتين. نعم. كنا نصلي معهم ما كنا نبغي يعني نبدئهم. بعدين الشيخ ولما جاء المشايخ ورأوا ما رأينا وتكلموا يعني بكلام كنا يعني كنا نظن في أنفسنا مثل هذا الكلام من زمان
بعدين شيء ثالث شيء يعني شيء ثالث لما جاء بيانات المشايخ وبدأنا نتكلم مثلا في سيد كتب وعبد الرحمن بن خالد وننشر يعني كلام العلماء يعني زعلوا منا زعلوا منكم وهذا مسجل عندهم ولا يعني زعلوا عليكم لا تتكلموا هل مسجل عليهم ولا أو في جرائد ألبوم جريدة لا كل واحد هنا يعرف القلب كل واحد يشهد على هذا نعم وبعدين الشيخ منع الدروس كتاب التوحيد وكيف يعني في المسجد كتاب التوحيد الذي كان يدرسونه هم منعوا ولا أنتم تدرسون لا أحد الإخوان يعني من الشباب يعني منعوا لأجل كتاب التوحيد ولا لأجل شخص خاص لا مو من الشخص من أجل القضايا القضايا الذي أعرف الآن هم مخالفين لكتاب التوحيد ما هم مخالفين لكتاب التوحيد الظاهر لأجل هذه كلها لما حصل الاعتراض وكذا والتشويش طبعا أنا ما أقضي بينكم لكني أرى أنه قد يرون المصلحة منع شخص خاص أي واحد يمنع شخصا لا يمنع من القيد ربما لا يكون أهلا ربما يكون تفسيره غير صحيح أو يكون الشخص يريد رأيه فأنا لي أن أمنع مثل ما لكم حق أن تمنعوا من بيتكم أي واحد فهذا أنا ما أعتبره يعني جرحا أن تقول أنهم منعوا من كتابته لا تقول منعوا الشخص الفلاني منعوا الشخص الفلاني قصي مو كتاب توحيد ما منعت كتاب توحيد من الدروس اللي قامت في المسجد كتاب التوحيد يعني دراسة كتاب التوحيد من الذي كان يقوم بكتاب التوحيد أبو طلحة ما شاء الله طالب أنا أبو طلحة موجود هنا هو طالب إن شاء الله جيد فين درس معروف صحيح جامعة الإسلامية جزاه الله خير متخرج منها لا درس معنا يومين لا ما يعطى فرصة لكل واحد يعني لماذا لم يتخرج فين أنا أخذ طلعة نزل أشوفه بدون مؤاخذة الله فيك يعني المجالس الآن أخوية المجالس أخوية الله يجزاه أنا أريد أخذ منه لماذا منه بس لأنه ما دام موجود جزاه الله خير لا يحب الله الجار بسوء له الحق القول لا يحب الله الجار بسوء من القول إلا من ظلم هو مظلوم لماذا منعه هذا بالفعل أمر واضح جدا لا هو ما منع أبو طلحة وحده كل الشباب ما دام أبو طلحة موجود إن شاء الله نسأله لماذا منعه يا أخي ترى يا رب طيب بعدين يا وإننا أرسلوا رسالة إلينا يا شيخ مين أرسل؟ عبد الحادي أيوه كتب في رسالة عبد الحادي ونحن ماذا كتب فيه؟ قال في مشاكل بينكم وبيننا بينكم وبين الإخوة الآخرين وإن بكم مشاكل والآن الدروس كله ممنوع حتى عندهم الذي كان الدروس ماشي كلها من هو ولا شيء كله 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 منا ايه منا ايه طيب والله وكما ذكر والكتاب موجود عندكم الكتاب هذا موجود ان شاء الله نزيد السورة منها جزاك الله خير ايوه بعدين ايوه نعم وكما قال ابو حكيم جاء بعد المشايخ محمد بن هادي ايه وشيخ يحيى الهادي وشيخ محمد الانجلي جاءوا هنا؟ جاءوا وهم وكذلك شيخ عبد السلام رحمه الله تعالى وهم كذلك يا شيخ رأوك كما رأينا وكلهم وافقونا وافقوكم على ماذا انهم على عندهم ملاحظات من منهج وعندهم ملاحظات يعني هم خارجين من اهل الحديث هم حكموا بهذا ولا حكموا بهذا الشيخ يحيى حكموا بانهم ليسوا من اهل الحديث طيب هم هزبيون وماذا تقول برجس ومين عبد الله يحيى الحجوري يحيى الحجوري محمد بن هادي اما برجس اعرف انا اقليته لا يمكن ان يقول هذا الشيء برجس ما يمكن يقول هذا الشيء امام هو قال يا شيخ رحمة الله الشاهد يا شيخ ايه؟ شيخ محمد بن هادي كان موجود ما شيخ عبد السلام نعم شيخ عبد السلام قال ونحن في عادتي لا قلت في هذه المسائل لا أقول في هذا لا أدخل في هذا لا أدخل أي وقال الشيخ محمد بن هادي يكفيكم وأنا أوافق معه يعني اللي ما معنى فإذا معناه كان لا أدخل في هذه المسائل ماذا يكفي يعني المسائل الاختلافية و فإذا ما حكم شيء لا ما حكم بشيء ولكن قال أنا أوافق مع الشيخ محمد بن هادي شيخ محمد بن هادي ماذا قال شيخ محمد بن هادي قال
خاصة دكتور سحيب وإجمال المركز من أهل الحديث وعليهم الرجوع إلى الحق. نعم عليهم الرجوع إلى الحق. لكن ما هي المسائل التي ذكروها أنهم التعاون بينهم وبين المبتدئة؟ نعم الإخوان المشركين والمركز جماعة موجود وكذا على هذا عليهم الرجوع المشركين والمركز جماعة موجود وكذا على هذا عليهم الرجوع وأنا وافد. يقول برجس يقول أنا موافق على أنهم يجب أن يراجعوا لا يتعاونوا لا يتعاونوا. من هذه يكفيكم الشيخ محمد كان موجود في غرفة في نفس الغرفة قال أنا وافد مع الشيخ محمد بن هادي. الشيخ محمد بن هادي أعلم مني في هذه الأمور من جديد وكذا وكذا لكني عارف عبد السلام برجس يموت على اسم الجمعية دائما. هذا لأي واحد يكون من أهل الحديث يحاول الإصلاح وكذا عبد السلام برجس كان يأتيني إلى البيت إذا الله غير. هذا الذي أعرفه أنا جيدا لكنه أنتم تقولون أنه موافق مع محمد بن هادي ومحمد الهادي حفظه الله قال أن هؤلاء يجب عليهم أن يرجعوا. لكن هل أخرجهم من كونهم من أهل الحديث؟ أنا أريد أعرف. إذا تريد يا شيخ صل الشيخ مباشرة كما سمعنا يا شيخ محمد بن هادي يحذر منهم يحذر منهم حتى هذه الزيادة في هذا اليوم. طيب حتى هذا اليوم وكذلك يا شيخ الشيخ يحيى الحاجوري شيخ مقبل بن هادي الوادي الكلام مسجل من شيخ مقبل وبعض المشايخ حتى شيخ عبيد الجابري وكما سمعنا من الإخوة الذين درسوا في الجانب إيه؟ ولكن الملاحظات يا شيخ هذا أهم شيء هذا الذي أنا أريده. ولكن يعني هم لاحظوا أو حذروا على لأجل أي شيء أو هو نريد أن تفصلوا لنا بس لأجل الملاحظات التي علينا. الملاحظات يا شيخ من يمكن 15 سنة الملاحظات رأينا منه هذا لو أننا عددنا بعضها يا شيخ الله يجزيك وكل منها يا شيخ التعاون مع أهل البلاد. التعاون بأي معنى؟ هنا في داخل بريطانيا التعاون مع أهل البلاد كيف نوع التعاون؟ يعني إما يعني مؤتمرات أو محاضرات أو يعني طيب فهمنا إذا اشتركوا في المحاضرات أو في محاضراتهم ومجالسهم فهل يتكلمون بكلام البدع أم يوصلون دعوتهم؟ هذا الإنصاف إن شاء الله. لا 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 قد لا يتكلم مثلا إذا تعاون مع شيعي لا يكون أذكر لك مثالا من ناحية التعاون. إذا كان ترون إنكار هذه مثلا كانت جرت وأنتم تعرفون ربما جاءت الجرائد أن الحكومة أرادت أن تمنع الذبح المباشر تذكرون هذا وقال لابد من الصعقة الكهربائية شاك فقالوا اليهود قالوا لا يجوز لنا في ديننا المسلمون انضم معهم في هذه المسألة. أنا أسألك بالله الذي خلقنا وخلقكم إذا كانت المسألة يعني أنا وحدي لو كنت رفعت المسألة بصفتي مسلما لأن هذا لا يجوز في ديننا ويكون هذا قد يميت وقد يكون كذا وكذا ويحرم علينا فنحن نريد أن نذبح مباشرة لو قمنا وحدنا مسلمين لو كانوا مئات الآلاف ما كانوا يسمعون لكن لما كان اليهود وانضموا مع المسلمين فنجحوا في إذا كان التعاون مع المبتدئة في مثل هذه الأمور من غير تنازل أنا في بدنا وكذا هل ترون أنتم ماذا ترون بطنا التخصيص ماذا ترون في مثل هذا هل يجوز التعاون هذا لا يجوز فضلا بعيدا عن كلمة عامة التعاون كلمة مثل هذه التعاون مثل هذه لا أنا أريد أسألكم بس الآن قولوا هل هذا التعاون حرام أم جائز؟ هذا التعاون مع اليهود مو مثلا المسلمين ليسوا مفسقين المسلمين ما هم خارجين من كثير من اللحوم يا شيخ لليهود يجوز لنا يجوز ولكن اللحوم الرافدة يجوز لنا يا شيخ لا ما يجوز لا يجوز لكن اللحوم القبوريين يجوز لنا يا شيخ لا مسألة اللحوم طيب هناك مسألة أخرى التي يجوز لنا بيننا وبينه أسمى بارك الله فيك يعني هذا مثال اللحوم وهناك مسألة أخرى قد نتفق مثلا يريدون أن يزيدوا عدد المسلمين ويأخذوا من كل فئة
في البرلمان، هل تجدون هذه فيها غضاضة أو تجدون حرام؟ لأنه إذا رفعت الأصوات أنا دائما وإن كان مشايخنا يختلفون، وأرجو أن ينقل كلام على أمانة إذا كان ينقل، وأنا ما أخاف إلا الله إن شاء الله في هذا الباب أو في كل باب نرجو من الله. فأقول منذ 20 سنة وأنا أحث الإخوان أن تشتركوا في الانتخابات الهندية، لأني أنا أعرف أهل البلد يعرفون لو تركوا المجال لأحد ولا واحد يصيح للمساجد وكذا في اللبان في البرلمان، هم يعني يكملون ما أرادوا أو ينفذون ما أرادوا. فمثل هذه الدخول في الانتخابات إذا كنا تعاوننا مع المبتدع مع الشيعة مع أي واحد باسم الإسلام والمسلمين، ماذا ترون في هذا التعاون؟ نريد أن يكون هؤلاء المشايخ نستفتيهم، هل يقولون أنه حرام أو أنتم تقولون أنه حرام؟ إذا كان تعاون كلمة عامة لا نريده، نريد مثل هذا مثل ما تعاونوا مع اليهود وهم أفجر خلق الله، هل يجوز التعاون؟ أنتم قبلتم هناك، هل يجوز التعاون مع المبتدع مع الرافضة في مثل هذا باسم الإسلام والمسلمين أو لا يجوز؟ ما يحيي التراث؟ أنا أقول ما يحيي التراث إذا كان هم موجودين مع الجماعة الإسلامية، وأنا مخالف للجميع، لكن هل يعني يجوز التعاون ولا ما هو يجوز؟ بس هذا الذي يريد أنا في الانتخابات. نعم في الانتخابات في نوع خاص، نعم في بلاد خارجة انتخاب نفسه ليس شرعيا، لكن إذا ابتليتم فاصبروا، إذا كانت دولة إسلامية جاء ملك وجاء أحد غلب كما قال الإمام أحمد يجب أن يطيعوه ويجب أن يؤمروه، لكن إذا ما كان الحكم في بلد ما أقلية المسلمون إذا دخل واحد اثنين منهم لمصلحة المسلمين ما ندري ماذا تفتون، بس أنتم هل هم أفتوا بهذا أنهم مطلقا لا يجوز الدخول؟ أنتم قلتوا التعاون مع تعاون، نوع التعاون ماذا كان؟ أوضح لنا. نحن نوافق يا شيخ الانتخابات بالعموم والديمقراطية حرام، ولكن من باب المصلحة ما رأينا يا شيخ ولا فتوى أحد للغرب أو للديار الكفار لإيجاد للدخول إلى البرلمان أو انتخابات. أنتم ما رأيتم فتوى؟ ما رأيتم، لكن رأينا يا شيخ من الفتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وبعض المشايخ للشرق الأوسط رأينا، ولكن للغرب أو للديار الكفار وديار الشرك ما رأينا يا شيخ حتى اليوم. وكذلك يا شيخ هم لا يقولون من باب المصلحة، هم يقولون إن الشرعية يؤيد الإشراك بالانتخابات. هذا المسألة يا شيخ يعني كأنك تريد أن تستطيع وهم نريد أن نستطيع وهم يزيدوا كلمة مصلحة. طيب يعني هي هذه، أنت الآن توافق مع المصلحة، توافقهم إذا زادوا في المصلحة. نحن نرى الفتوى يا شيخ، رأينا الفتاوى من الكبار يا شيخ عبدالعزيز للإجازة للدخول الانتخابات للمصلحة للشرق الأوسط للخليج، وما رأينا للخارج الخليج. ولكن لماذا أنت تفصل بين الخليج وغير الخليج؟ كلهم الآن غير حاكمين بما أراد الله تعالى، فإذا الأمر واحد سواء كان للشرق الأوسط ما دام أجازوا للشرق الأوسط فبدرجة هذا يعني دليل الأولى. لا بد قبل أن نخوض في شيء، لا بد أن هناك فتوى من المشايخ، لأن ماذا في هذا البلد يا شيخ ود غير ود لا، إذا كانوا أجازوا في دولة المسلمين ونحن نقول لا الديمقراطية والانتخابات ليست شرعية في أي بلد، لكن إذا كان في بلد لا تملك أنت إلا أن تصل عن طريق بدرجة أولى، إذا أجازوا هو الأخ يقول أجازوا في الشرق الأوسط للمصلحة، ولكن ما يجوز. لكن أيضا بدرجة أولى يجيزون في غير المسلمين، ليه ما يجيزون؟ قد يكون هم أمور يا شيخ، قد يكون هذا لا هنا حيث منكم، هنا حيث في الكلام، الله يبارك فيك. فكروا إن شاء الله بأنهم ما داموا يجيزون وهم مسلمين، والأصل في المسلمين ليست هنا ديمقراطية ولا الانتخابات، ما دام أجازوا للدخول في بلاد للمصلحة، فإذا بدرجة أولى في بلاد الكفر التي فيها المسلمون بالأقلية ولا يعرفون إلا الحكم بالانتخاب، بدرجة أولى كل واحد يقول العاقل أن هذا يجوز بل أجوز الدخول فيها، فكيف تقلدون وتقولون كلمة وتقولون أجازوا في الشرق الأوسط ولم يسموا بلاد الغرب ونحن لا نقول؟ هذا التفريق ما يقول عقل. لا ألي نقصد يا شيخ قضية قياس الأولى يا شيخ يعني موقف للمشايخ، يعني أمر يعود إليهم
أما نحن قد طلبتم من المشايخ. أنا أريد أنتم الآن هذه مؤاخذة منكم عليهم بأنهم يجيزون الانتخاب مطلقا أو للمثلها. نحن نقول مثلها هي التي لابد أن تكون باضية، فأنتم تجيزون للمثلها. هل سألتم المشايخ في هذا؟ أنا وافي في المثلها أيضا. أنا يا شيخ أيوه. لا وافي كلكم أيوه. نعم يا شيخ، لأن موقفنا يا شيخ حتى إلى الباب المثلحة نحن نوافي. حتى الشيخ ربيع إن شاء الله يعرف هذه المسائل. ما يمكن أن يقول المصلحة حتى الشيخ بن باز، نحن نعرف أنه أجاز بالفعل وجاء ناس يسألون أجاز، فهل هؤلاء أعلم من الشيخ بن باز؟ أنا أقول إذا كان مسألة التقليد، وإذا كان مسألة الاستدلال والتعقل فالعقل يقتضي ما دام أجازوا للمصلحة للبلاد العربية فعلينا جميعا أن نقول لبلاد الغرب بدرجة أولى، لأننا نحن الآن مكتوف الأيدي هنا أكثر مما هم هناك. هذا واقع ولا ما هو؟ أنتم قلونا بالحق. نعم يا شيخ، ولكن يا شيخ ما فقط يا شيخ هنا رأي لكم، لا بأس، هذا رأيكم. أيضا اسألوا المشايخ الشيء كأنكم أنتم اعترضتم على التعاون، ذهبت المسألة من التعاون للانتخابات ولا كيف؟ هم يريدون أو يجيزون جمعية تجيز التعاون مع غير السلفيين، ونوع التعاون منها الدخول في الانتخاب وأنتم لا تجيز، ونوع التعاون منها الدخول في الانتخاب وأنتم لا تجيزون حتى ولو مثل المسألة. نحن ما شيخ مقبل في هذه المسألة حتى. ماذا قال شيخ مقبل في المسألة؟ كما سمعنا من شيخ مقبل، شيخ مقبل لا يرى الدخول الى الانتخابات والديمقراطية واحد. هذه كلها انا عارف فتواه، انا ان شاء الله يعني جلسنا معه ايام كان هناك في مكة، وكل هذه فتاوي كلها جاءت على اليمن، لان هؤلاء الشيخ الزنداني وغيرهم وغيرهم ينادون بالديمقراطية الانتخابية وغيرها، ما حكم على كل البلاد، هو انت على يقين في هذا ان شاء الله. لكن اذا كان فرضنا، هل ذكر هو البلاد الغربية عامة؟ لا نكون مثل أولئك الذين يأخذون النص ويقولون يجوز البول في مباشرة ولا يجوز البول في الإناء ثم صب الماء في البحر ولا يجوز البول مباشرة. بارك الله فيكم يا شيخ، ولكن التلاميذ من شيخ مقبل اسمه عبد الوهاب البرعي عنده كتاب ردا للديمقراطية والانتخابات وكذا، وعندنا هو ذكر بلاد الأقلية الصومال هبشة والهند يعني بورما، وذكر هذه كلها انتخابات وديمقراطية بإجمال. على الإجمال أنتم تعممون الحكم، يعني أنتم هو جاء هنا يا شيخ محاضرة في القضية صحيح، ولكن ضد القضية هو جاء هنا محاضرة عندكم تعطونا النسخة إن شاء الله. الله يبارك فيك. بعدين ديمقراطية الإسلام وهو هنا يا شيخ هنا بالعربية طبعا، هو بالعربية مترجم أبو حكيم، وهو يا شيخ هو هنا وهو ألقى المحاضرة. طيب الآن اترخص لنا واحد بأنكم أنتم موافقون لهم أن الاشتراك في الانتخابات لا يجوز بحال من الآن، سواء كانت مصلحة أو غير المصلحة، لأن المشايخ رمموا. هذا الذي تقوله؟ هؤلاء ما يكون بمصلحة يا شيخ، هذا كلامهم يا شيخ. فإذا أنا الآن نريد نأخذ مؤاخذاتكم، لو زادوا مصلحة كأنكم تجيزون ولا ما تجيزون؟ أنا مو زاد مصلحة. لو زادوا، لو قلنا لهم، أنا أقول لهم مثل ما أقول لكم أنتم أخطأتم هناك، مثل ما قلت أنا هنا حيث، أنا أقول لهم أخطأتم والإخوان اعتراضهم ما أقول. لو قلتم للمصلحة، والمصلحة لا يعرفها إلا العلماء الذين في المحل موجودين يرفعون المسألة، فإذا زادوا المصلحة أنتم توافقون أو لا توافقون؟ إذا جاء رجل وصور لك أن هذا الأصل في الدين أنا الديمقراطية يجوز، هذا صور القضية ما فصل وما يأتي بتفارضنا أبدا. طيب فهمت القصة، كأنك تقول ما فصل لنا ولا والدنيا عرفت فتواه بأنه يجيز مطلقا حتى لو كان في بلد إسلامي أو شيء. طيب الآن فرضنا الله يبارك فيك، واضح جدا سؤالك واضح. فرضنا قلنا لهم أنكم بهذا الفتوى أخطأتم، أنا بنفسي أقول اخطئون في هذا، أنا أقول في وجههم أنكم إذا أخطأتم بهذا فقد أخطأتم، لكن أسألكم هل تجيزون للمسألة
الأخ أبو هديفة قال لا نزيد حتى للمصلحة. طيب لقني شيخ ما لا 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 أنا هذا يا شيخ المؤاخذات نريد مؤاخذة موقف شيخ مقبل في لماذا بما هي ماذا فهمت لأن الكلام قد يكون ماذا فهمت من موقف الشيخ ماذا فهمت لكن ماذا فهمت من موقف الشيخ مقبل وغيره لا الشيخ مقبل لا أجازة للدخول الانتخابات بالإطلاق هذا فهمنا على الإطلاق طيب. على الإطلاق هذا فهمنا يمكن وعلى الإطلاق على الإطلاق أنت تفهم أنه حتى في بلاد الغرب وغيرها أو بلاد الأقلية لا تجيز أنت الدخول أنا أريد منك عارف يعني هذا الفهم لأننا لا نرى المسلحة في هذا البلد طيب لك رأيك جزاك الله خير يحترم لرأيك نعم هذه مؤاخذة واحدة بس المشكلة ليست الاستثناء يا شيخ لا بد من المسلحة نحن يا شيخ ك شيخ بن باز شيخ ولا ما هو شيخ؟ لا شيخ. طيب هو استثنى ولا ما استثنى؟ لا. الآن قلتم أنه مثل في الشرق. أولاً يا شيخ في الخليج. سبحان الله إذا كان الشرق والخليج وهم مسلمون كلهم يجيز فيهم في المصلحة ففي بلاد اللي فيها مسلمون مثل الملح ما يجيز اسألوا أي عالم اسألوا بهذه الصيغة أن الشيخ بن باز يجيز الانتخابات للمصلحة في الشرق الأوسط. فهل يؤخذ منه للمصلحة هل يؤخذ منه أنه يجيز الشيخ بن باز في بلاد الغرب اللي فيها مسلمون أقلية أو لا يجيز أي واحد اسألوا الذي أنتم تعرفون شيخ خالد وفلان وفلان هل يؤخذ منه جواز أو لا يؤخذ أنا أعطيكم من الآن جواب من طرفهم أنهم يقولون إذا كان الشيخ يجيز ذات يجيز في بلاد الأقلية بدرجة أولى الآن قولوا أصي الله أجاب عنكم هل هذا صحيح ولا ما هو صحيح انقلوا عني هذا نعم. طيب فإذا أنت تقول أنا لا أجيز لأنه لا مصلحة رأيك لك رأيك طيب هذا واحد الآن طيب فهمنا الآن الذي لا يشارك هذا كلام الانتخابات هذا كلام هو الذي لا يشارك في الانتخابات يجب يكون عافيا إذا اختاروا شخصا مفسد نعم يكون عافي إذا يعني من طاعة الله أن يشارك لا ومن لا يشارك هو أنا ما أدافع عنه لكن شرطه أنا أفهم جيدا الذي أفهمه هو أنه إذا اختير شخص مفسد تعرف أنه هناك شخص مفسد إذا اشترك المسلمون وأقاموا من جهتهم نائبا شخصا مصلح قالوا بالانتخاب يأتي مصلح بدل المفسد إذا كان هذا ظن غالب موجود ما ذلك لم يقوموا بالانتخاب ولم يشتركوا ماذا ترى أنت في هذا الآن في الهند أنا أقيس نفسي في الهند في الهند في الحقيقة هناك مسلمون وهناك وثنيون من منطقة واحدة يقومون المسلمون يدعون كل واحد تعالوا أعطوا أصواتكم للمسلم وهم فيهم من يكسب من يشترى ويعطى فلوس ويأخذ أصواته للوثني ماذا تقول خطوة هذا الشخص الذي يذهب إلى الوثني ويترك المسلمين هل يكون عاطيا أم يكون شيخ الوضع هذا ليس وضع بني هذا لك في هذا لك أن تقول في هذا لكن هنا شرط هذا وإذا لم يكن الوضع هكذا معناه ما يزيد فإذا فتواه مقيد فتواه مقيد ليس في الذي يظهر لي أنتم اسألوا أي شخص عالم هل عرضتم هذا على مشايخكم الذين الشيخ خالد أو فلان ولا ما عرفتم بس الصورة ولا فهمتم أنتم لا واضح كنت أقول الشيخ الصورة غير واقع الصورة غير واقع ليش كلهم الشيخ مفسدون كذابون كلهم يعني ما رأينا حتى لو كان مسلما مسلم مهما كان مسلم شيخ نذير هذا الذي جاء الآن في البرلورد في البرلمان موجود هو كذا شيخ نذير هذا أيضا يبدأ هو من باب الانتخابات هو لورد لورد يا شيخ هذا لابد أن يكون أيضا مين ينتخبه لا هو يشتري يا شيخ اللوردشيب لوردشيب يشتري الشراء يا شيخ فرضنا فإذا نقول واحد يشتري مفسد وواحد مصلح فيكون عاصيا إذا ما فرضنا ما ندري إذا كان مسلم يصلح إن شاء الله فإذا كان نقول إذا كان هذا يعرف أني إذا تركته فهو يعني يذهب إلى مفسد فيجب عليه أن يقوم إذا كان نيته جيدة فيقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليهم يجب عليه فيكون عاصيا بالفعل عاصيا إذا كان يعرف أنه يترك الموضوع للكفار ولا يسعون للمسلمين فتوى إن شاء الله نقول ما ندافع عنه
لكن كان ينبغي أن يقيد بهذه الشروط حتى لا يكون لأهل فيه كما قلت أنت أنه عمم فلا بد أن يصلح هذا خطأ منه. طيب ويأتكد هذا يا شيخ حتى ثابت نير هو رئيسهم هذا الجمعية الرئيس ثابت نير نعم. وهو داخل في باكستان وهو سنكة كان اختندال طيب هل تعترضون على دخوله دخوله هو دخوله في الانتخاب تعترضون نعم لماذا؟ لأن الشيخ بدي قد أفتى بهذا نعم. قال أنه حرام الدخول في هذا في باكستان يا شيخ هو يقول بهذا لا الانتخاب مطلقا حرم هو قال أما إذا كانوا ابتلي المسلمون هذا رأي آخر هذا رأي آخر ولكن قال الشيخ بدي أنهم إيش قال في البلاد لا حرم هو قال أما إذا كانوا ابتلي المسلمون هذا رأي آخر هذا رأي آخر ولكن قال الشيخ بدي أنهم إيش قال في البلاد الإسلامية بعد الديمقراطية أنا أقول في البلاد الإسلامية الانتخابات ليس طريق الحكم أبدا هذا ليس شرعيا لكن الكلام في البلاد الكفر الشيخ إذا أخطأ هناك فهؤلاء الآن إذا كان أحد دخل عن طريق الانتخابات فأخطأ نحن نريد نترك هؤلاء طيب هؤلاء يعني شيخ ساجد لباكستان لكن نريد هنا ساجد نير أميرهم عام هذه الجمعية لا 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 يا شيخ كما كلمت مع عبد الهادي وقلت له من الأمير قال هذا أميرنا الأول هو أمير الذي في الآن جميع أهل الحديث له أمير في بنغلاديش له أمير في الهند له أمير في باكستان هو أمير هنا وأمير إذا كان في أي مكان فيكون أمير منفصل لا علاقة له بالتنفيذ أو شيء لكن الوجه العام مثل ما أنتم تتفقون في العقيدة الصحيحة إن شاء الله لا تأويل ولا تشويه كلهم متفقين على هل هذا الكلام من عبد الهادي نعم هذا كلام هل يخالف المنهج يا شيخ ام لا هذا كلام ان شرعيه انا لا تسالني انا اريد منك ان تاخذ انا اقول الانتخابات في البلاد الاسلاميه عامه الانتخابات ليس طريق الحكم الشرعي ابدا ولكن اذا كان الانسان هذا فتواي انا يعني ان شاء الله نقول مو فتوى هذا فهمي والجواب على سؤالك بأنه إذا كانت هناك حكم أو حصول على الحكم إذا كان لا يمكن إلا عن طريق الانتخابات وإذا ترك الدخول في الانتخابات فربما يتسلم الحكم والكفار وإذا كان الدخول في الانتخابات ينجح المسلمين فيجب أن يدخل المسلمين يجب وجوبا يعطون على هذا لأن يوسف عليه السلام دخل وطلب العمل معهم وهم كفار هذا كلامك يا شيخ هذا كلامي رأي هذا رأي وأنا موافق لكل من يقول مثل هذا يا شيخ نحن لا نفرق الناس على هذا الفتوى لأن هذا فتوى من الشيخ عبد العزيز من باب المصلحة ولكن وهذا الذي نقول المصلحة أما بالبلاد الإسلامية لا يتح الذين أفتوا في البلاد الإسلامية يجوز لهم أن يفتوا في هذا بارك الله فيك ولكن هذا يا شيخ نحن نريد نسألكم انتهينا برادر عرفنا أن اعتراضكم بناء على فتوى العلماء بأن دخول الانتخابات وقولهم بجواز دخول وعدم دخول يسبب الإسيان هذا من خطئهم أن الشيء الثاني اعتراض الثاني الله هذا الذي تعترضون عليه فهمنا هذا إن شاء الله وأنتم لا ترون وقلت أنت أنه لا يجوز دخول حتى للمسرعة مخالفا للشيخ ابن باز وأنت المجتهد وراءه نعم لا يا شيخ لا أنت قلت لا هذا لا الكلام لا يا شيخ لا نحن نختار الفتوى المشاهد زي ولكن لا نفرق الناس بهذه الفتاوى لا فهمنا لا نفرق البلاد لا هذا لا ليس سبب الافتراق يعني بين السلفيين تفريق الان ايضا اعتراضك عليهم لا يا شيخ الملاهده يا شيخ عندهم ملاهده المنهجيه لان هم يقولون ان الشريعه يؤيد هذا فرق كبير يا شيخ بين المصلحه طيب انت هل فهمتهم وفاهمتهم مفاهمة بأن الشريعة أدلتها لأنها لا تجيب أنت تفاهمت ما هم إذا كنت لا تجعل تفرق سبب التفرقة بينك وبينهم لا يجوز لك أن تتكلم في مجلس هذا كأنك قلت أن هذا الفتوى ليس سبب التفريق بيننا طيب ما هو هذا الفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يوضح هذا إذا كنت تقول أنت ماذا يقصد الشيخ أبو حكيم إذا خالف قصدك فأنت أنا أبين لك
الفتوى من شيخ عبد العزيز بن باز الفتوى من باب المصلحة. لأن من لا 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 قال شيخ لا تقال شيخ عبد العزيز الديمقراطية من الإسلام أو الشرعية يؤيد الانتخابات. شيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى كما رأينا أو كما فهمنا شيخ عبد العزيز قال يجوز دخول الانتخابات من باب المصلحة. ولكن هؤلاء شيخ لو قال عبد الهادي أو جمعية أهل الحديث قالوا هذا الكلام يجوز الدخول في الانتخابات في بريطانيا لأجل المصلحة توافقهم ولا تخالفهم؟ لا نترك هذا لا لا نترك الآن ما دامت المسألة فيها لا نترك لا نترك نحن يا شيخ نقول يا شيخ أولا هؤلاء يقولون بمصلحة أنتم جئتم بكلام أنهم يكون بمصلحة فهؤلاء يعرفون الأصل حرام هم يعرفون أن الديمقراطية حرام ولكن إيش يقولون على منابر إيش يقولون في جرائدهم أنه حلال الآن نقول هذا شيخ فهمنا يا شيخ قلنا أن هذا التعميم إذا كان يفهم منه التعميم هو إن اختير الشرط معقول في كل مكان مقبول لكن قلت أنهم إذا كانوا يجيزون على الإطلاق فهم مخطئون أنا موافق معك وأنت مختلف معهم لأجل أنهم يعممون أو مختلف معهم لأجل أنهم يجيزون مطلقا يجيزون يا شيخ ما يأتون بالتفصيل طيب ما يأتون بالتفصيل فأنت اختلافك صحيح نحن نقول معك إذا كانوا هم يطلقون فهم مخطئين فرغنا من هذا أنت ماذا تقول في هذا المصلحة تقبل أو ما تقبل بس أنت تتكلم في الوسط أنت تقول المصلحة يجوز أو لا يجوز شيخ بن باز أفتى لأجل المصلحة هل يجوز في بلاد العربية مصلحة ولا تجوز هذه نفسها في والله سمعنا من شيخ مقبل أنه لا يجوز مصلحة. لا يجوز حتى مصلحة شيخ مقبل قال حتى مصلحة طيب انتهينا اعتراضكم على أنهم يجيزون واعتراض الثاني إيش هو الشيخ هل غير الشيخ مقبل لا أتركه الآن فانتهينا لا ناتج شيء وقت في الحقيقة الآن والله جاء الوقت أنا أريد أجلس معكم كثير متى يمكن أجي هل أجي يمكن بعد ساعة سنتين ثلاثة أجي أجي أجلس إن شاء الله ها ولأن عندي موعد الله فيكم نمشي الآن للشيخنا هل غير الشيخ عبد العزيز يعني أفتى بهذا التفسير هو أفتى ولم يفتي إذا كان الشيخ بن باز أفتى فهمنا هل تريد أنه غير الشيخ بن باز إذا أفتى شيء فهو الذي يجوز وإذا كان الشيخ بن باز منفرد لا يجوز لا أقول الشيخ أن اللي رأينا أن يعني جميع المشايخ يا شيخ على غير ما ذهب إليه لا بد أن المشايخ أنا أقول لك أجبت عنهم عن محمد الهادي عن شيخ ربيع عن فلان إذا وضحت لهم المسألة بأنه الأمر كذا وكذا أجيب عنهم إن كنت مخطئا وأنا صرت نائبا عنهم خطأ فهم يخطئونني بأنهم إن شاء الله يجيبون لا يمنعون المسألة فإن شاء الله ساعة سنتين أنتم فارغين أو ساعة ثلاثة تقريبا ولا نريد أن نجلس الله فيك نريد أن نعرف فقط إن شاء الله لا لا باقي لأن الآن ساعة واحدة الحضور جاي المشايخ شيخ ساجد مير وغيرهم وغيرهم دعوني هناك في الاجتماع الله فيك فأنا أروح في بيت واحد من الإخوان اسمه قرم قرم تعرفونه قرم بشير قرم كذا أنا مش ودعاهم على الغداء فالآن نحن طيب متى تأتينا فرصة أنا والله لو كان انتهينا من هذا في الليل أنا أسافر لندن لكن أجلس لهذه المسألة ولو إلى غد لكن إذا كان تأتونا في الليل الوقت الآن ثلاث إيش يعني ما كان ضروري أترك هذا إذا كان ما هو موقت الآن مثل هذا الوقت لو ما كان موقت ما كنت أروح لكن إذا ما كان أمرك موقت يمكن أن يوجل فخلي ساعة ثلاثة أجي العمل مثلا نحاول إن شاء الله ساعة ثلاثة أنا أجي الله فيك ما أكون الوقت أنتم مكتبكم مفتوح إلى طيب نروح إن شاء الله ما نريد يعني والله إلا أن نصل إلى شيء إن كان فيهم أشياء لابد أن نقول أنتم لأنك أنتم عرب إذا كنت تريد أن تسأل عن أهل مكة شيء اسألني أنا حتى أخبرك ويكون لأجل هذا المعنى أسأل أنتم عربين وأنتم مخالفون لهم لماذا حتى نقول هذه مخالفة على حق أو مخالفة على باطل إن كان على حق لابد أن تقبله إن كان على باطل على رأي مسألة اجتهادية فهذا يعني الاختلاف لا ينبغي أن تفرقوا بينكم إن شاء الله نزيع لا بد أن نكون ثلاثة إن شاء الله إذا تأخرنا مثل ما حصل حاصل شيء لا بس لكن لا بد أن نجي إن شاء الله الله ولا تأخذوا شيء أنا ما جيت إلا أن أعرف
أنا ما يهمني هذا ولا يهمني أنتم إلا لأجل السلفية فقط. أن ما هي الأخطاء التي هم يرتكبون حتى يرجعوا عنه، وما هي الأخطاء التي أنتم فهمتم خطأً؟ فأنا أفهم ربما أكون خاطئ منها. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.